نبقى مع الانتخابات التونسية حيث دخلت البلاد مرحلة الصمت الانتخابي قبل يوم من بدء الاقتراع بالانتخابات الرئاسية المقررة غدا الأحد. وقبيل ساعات من بدء الصمت الانتخابي قرر مرشحان رئاسيان الانسحاب من سباق الرئاسة في تونس. في الأثناء يواصل الناخبون التونسيون في الخارج التصويت لليوم الثاني في عشرات الدول ولمدة ثلاثة أيام ولمدة ثلاثة أيام. هذا وشهدت مشاركه التونسيين في الخارج وفق رئيس الهيئه العليا المستقله للانتخابات اقبالا كبيرا على الاقتراع في اليومين الاول والثاني وسط توقعات بان تتزايد نسب المشاركه في اليوم الاخير